الحمد لله حمدا طيبا طاهرا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نعوذ بعفوك من سخطك ونعوذ برضاك من غضبك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك اللهم اجز عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته وآته سؤله والوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت فلك الحمد على ما قضيت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك اللهم اجعلنا من عبادك السعداء اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا
اللهم قنا شر السلب بعد العطاء والحرمان بعد الرضا. اللهم اكفنا شر ما أهمنا من الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا ناصر المستضعفين ويا مجير المستجيرين ويا مغيث المستغيثين ويا أمان الخائفين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام وفي كل مكان. اللهم قوِّ ظهرهم وشد أزرهم وثبِّت أقدامهم ووحِّد صفَّهم وسدِّد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم مكِّن لهم في الأرض واجعلهم الوارثين. اللهم عليك بطاغية الشام. اللهم عليك بطاغية الشام وكل الطواغيت. اللهم أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اجعلهم عبرة للعالمين. اللهم حكم فينا شرعك الحنيف وكتابك المبين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك ودعاتك المخلصين. اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى يا رب العالمين. يا حنان يا منان يا ذا الفضل والإحسان يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.